عندما كنت في دمشق لفترة طويلة كان حافظ الأسد يتمرى في صحته بأنه مرض كثيرا وأنه على حافة الموت، وكانت هناك كثير من القصص والحكايات تخص صحته، ولكن في عام 2000 مات حافظ الأسد، وكان الجميع متحمسين جدا ليروا ما هو المستقبل لهذه الدولة وكيف سيكون العبور للمرحلة الجديدة، وكان هذا محض اهتمام الجميع بخصوص ماذا سيحصل في المستقبل. وعلى رأس هؤلاء دول الجوار، تركيا الطبيعي كانت على رأس تلك الدول التي، وكانت أول خطوة ألقيناها على هذا الطريق بسبب موت حافظ الأسد. اشتركنا في الجنازة وشاركنا في التعزية ووظفنا، وكنا هناك نناقش هل سنوظف موظف ليشارك في التعزية والجنازة، وتم اتخاذ قرار للاشتراك بلجنة واسعة وهيئة واسعة، وكان أحمد نجدت سيزر رئيس الجمهورية التركية ولم يشترك في مراسم الجنازة، ولكن من أجل التعزية في اليوم التالي أتى إلى دمشق في زيارة يوم واحد، أتى في الصباح ساعة الصباح واستقبلناه في، وكنت قائم بالأعمال في سفارة الجمهورية التركية لأن كان السفير عاد إلى تركيا، وكنا ننتظر السفير الجديد في دمشق.